نعم الملائكة بوجودهم وأنهم خلقوا من نور وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وأن الملائكة عباد لله تبارك وتعالى وأنهم كثر ونؤمن بهم على التفصيل ونؤمن بهم على الإجمال. أما على الإجمال فنؤمن بعموم الملائكة، وأما على التفصيل فمن ذكرهم الله تبارك وتعالى بأسمائهم أو بأعمالهم، ومن ذكر باسمه كجبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك فهؤلاء ذكروا بأسمائهم، وأما بأعمالهم كملك الجبال وملك الموت وملائكة الموت وملائكة العذاب وخازن الجنة ومنكر ونكير والرقيب العتيد والملائكة اللي يحضرون مجالس العلم والملائكة الذين السياح وغير ذلك، كل هؤلاء نؤمن بهم بأفعالهم وأعمالهم، نؤمن بهم على التفصيل. لكن الذين عرفت أسماؤهم من الملائكة هم جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك خازن النار. أما رضوان خازن الجنة فورد فيه حديث ضعيف، وكذلك منكر ونكير قيل هي أعمال الملائكة وليست أسماء لهم، وكذلك الرقيب الحفيظ أنها أفعالهم وليست أسماءهم. بغض النظر لا يترتب على هذا شيء أبدا، سواء قلنا أسماء أو أعمال، قلنا أسماء أو أعمال لا يترتب عليها شيء، المهم أن نؤمن بملائكة الله تبارك وتعالى وأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم فعلوا ما يأمرون. وبالتالي كل ما تسمعه عن بعض الملائكة أنه عصى أو شيء أو كذا ارفضه، لأنه يخالف النص القرآني الصريح، لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يأمرهم بأمره يعملون، هذا هو الأصل في الملائكة. فالقصص التي تورد في قصة مثلا الملكين الذين علقا من أقدامهما وهاروت وماروت وغير ذلك، هذا كله لا يصدق أنهم عصوا الله تبارك وتعالى. حتى هاروت وماروت قيل إنهما ملكين من ملوك الدنيا، وقيل إنهما ملكين، وإذا قلنا إنهما ملكين إنهما ملكان فهذا يعني أنهما جاء للفتنة والاختبار، إنما نحن فتنة فلا تكفر، فالذي يرسله الله فتنة لا يكون عاصيا لله تبارك وتعالى في تعليم الناس السحر. على كل حال أن الملائكة يجب علينا أن نعتقد أنهم معصومون وأنهم لا يعصون الله تبارك طرفة عين.